اهلا بحضراتكم من جديد. بنرحب بلاعبه الفريق او المهندسه واللاعبه ساره الخولي. اهلا بك يا ساره. اهلا بك. ليه كده يا ساره؟ مهندسه يعني طبعا تعبتي، انت خريجه عين شمس ما شاء الله. بس برافو عليكي. انا دايما احب يعني اصدر الطاقه الايجابيه، ان عمر ما الدراسه ولا الشغل بيعطل. لا خالص، هو موضوع يعني تايم مانجمنت كويس وخلاص تنظيم وقت. يعني احنا اصلا اغلب الفرقه كده، يعني في مهندسين وفي دكاتره، في ناس دخلت عندنا، مثلا واحده دخلت جامعتين، يوسي وجامعه القاهره. دي من خالد دخلت سياسه واقتصاد القاهره، واي يو سي حاجه برضو تبع الاقتصاد وكده. ما شاء الله، لا ده انتوا جينيوس. الله يكون في عونك يا كابتن يحيى. تسيطر ازاي على القيادات دي يا كابتن يحيى؟ هم وصلتين عليا والله. يعني انا عرفت ليه كابتن يحيى قاعد دلوقتي، يعني انا وبتاع انا غلبان معاهم. لا يا كابتن، ده انت المدير الفني. عشان كابتن يحيى عشان كمان بقاله كتير ما مسكش بنات. لا بس دلوقتي خلاص، ده ما شاء الله. ده هو لعلمك بقى، هو كان برافو عليك، انت قلت كلمه حلوه، كان تحدي ليه؟ هو طول عمره شغال مع الولاد. والترانسفير اللي حصل ده وجالك في وقت ايه؟ بعد كورونا استلمت المهمه. ايوه صح؟ ايوه. شفت انا فاكر ازاي؟ ومع ذلك حاولت ترجع الدوري. لازم، بس هم تعبوا. يعني هم بامانه مش جهاز بس ولا تعب، كان الجهاز اللي معايا، لا بس هم تعبوا معايا عشان هم كانوا عايزين برضه. دي نقطه مهمه قوي. ان هم دايما هم ابطال، يعني في ناس اصلا انا جيت كانوا هم ابطال. صحيح. فما يخفق السنه دي عشان يرجع تاني، فعملوا مجهود مضاعف. كتير بصراحه هو تعب، وانا قلت قبل كده اخر الموسم اللي فات ان هم تعب قوي معايا. طب خلينا نعرف من ساره، يعني مثلا نتكلم، هرجع معاكي فلاش باك شويه، من ساعه ما الموسم اللي خسرنا فيه وجت كورونا اللوك داون وقعدنا فيه 7 شهور أو 6 شهور، وبعدها رجعنا نتمرن، كان الدوري بعيد، كان فرق 4 ماتشات، حاولتوا ترجعوا. وكلميني من الفتره دي لغايه دلوقتي سريعا، ايه الصعوبات والدنيا كانت ماشيه ازاي؟ احنا الفتره دي كانت الحاجه الوحيده اللي خلتنا ان احنا ما نعرفش ان احنا نبروسيد او ان احنا ناخد الدوري السنه دي، ان احنا كنا نفسيا وقعنا. لكن هو احنا اوريدي كنا اتمرنا 6 شهور أو 7 شهور تمرين، يعني بصراحه بيرفكت، كل واحده اشتغلت على اللي ناقصها، الجهاز كله اكتمل مع بعضه تاني. لكن هي مشكله ان احنا كنا نفسيا خلاص وقعنا السيزون ده، خلاص بعدنا. بعدنا قوي يعني. وكان برغم ان انتوا حاولتوا، حاولنا كتير، بس خلاص كان في فرقه كسبتنا في الدوري 3 4 مرات، مش وانتوا مش واخدين على كده، مستحيل ان احنا هنعرف نكسبها في فاينل وهي كسبانانا طول السيزون. بس طيب الموسم اللي بعد كده بداتوا كابتن يحيى برده اشتغل. السيزون اللي بعد كده احنا اشتغلنا بقى فروم سكراتش بصراحه، يعني كنا في الاول برده كنا خايفين على اساس ان احنا، طب ما احنا اتمرنا، طب وما كسبناش، حسينا ان لا، ان احنا كان ناقصنا الموضوع نفسيا اكتر. برافو. اشتغلنا على الحته النفسيه. اشتغلنا على الحته النفسيه قوي بالذات، غير طبعا الاعداد بقى كان من اول وجديد، كل حاجه جهاز جديد، كل حاجه كانت جديده. كانت صعبه السنه دي. لانه قالوا في زجاجيه تكمل في الدروب يا تطلع من الدروب. هي كانت تشالنج، يعني هي كانت تحدي. يا اما بقى هنركب تاني ونرجع لمكاننا الطبيعي، يا اما هنفضل ننزل شويه. بس طيب انت على المستوى الفردي بقى، احنا اتكلمنا على مستوى الفرقه اكيد، وقلت سالت السؤال ده الليله الحقيقه، وهي قالت لي انا بشتغل على انت كلاعبه بقى، ولاعيبه مهمه في الفريق، بتيجي تشتغل على نفسك ازاي؟ نتكلم على بدايه الموسم، ايه المشاكل اللي كان عندك الفنيه؟ طورتيها ازاي؟ حطيتي بلان لنفسك ازاي مع الجهاز الفني؟ بص، هو احنا عموما يعني اغلبنا بيبقى، مش ده مش انا بس، ان جنرال يعني احنا كل واحده بتخرج تحاسب نفسها، تشوف هي عملت ايه عيوبها، ايه مثلا نسبه تخليصها النهارده ما كانتش قد كده، طب ايه السبب، انا محتاجه اشوف كتير، محتاجه مثلا اقوي رجلي، الدفاع ما كانش احسن حاجه. هي كل واحده بتقيم نفسها، غير طبعا الفيديوهات اللي احنا بنتفرج عليها والحاجات دي. وبس بنقعد نشوف انا ناقصني مثلا كذا، اتكلم مع الكابتن، او هو الكابتن اوريدي بيبقى عارف طبعاً اكيد الويكنس بوينتس بتاعت كل واحده، يعني نقاط الضعف طبعا في كل لعيبه، بس فبنشتغل عليها وخلاص. انت على المستوى الشخصي ايه اللي كان عندك مشاكل؟ انا سالت كده برضو ليلى، ما تضحكيش، قولي كابتن يحيى عارف بقى كلنا ولا حاجه. بس انت هي بدايه الموسم فتره الاعداد، ايوه، حضرت حوالي اسبوع وتعبت ساره. جالي الغده الدرقيه حاجه زي كده. كان نشاط زايد حوالي شهر وشويه حاجه كده،
ان هي ترجع بسرعه طبعا مفيش مجهود شهر تتعالج. انا قعدت شهر ونص كمان بتعالج حسب لها يعني. وكنت واول ما نزلت بعد الشهر ونص ده بقى كنت انهيار يعني، ما كنتش عارفه ان انا اواكب مع الفرقه، كنت بدنيا كنت بدنيا بعيده عنهم، وكنت خايفه قوي يعني، كنت خايفه ان انا ما اعرفش ارجع. لا الف سلام عليك بجد، الله يسلمك. طب دلوقتي احسن الموضوع ده؟ لا الحمد لله خلاص يعني الموضوع ده او الشكوى دي اتقفلت. خلاص الحمد لله. ده انت كابتن عندك مشاكل كتير. احنا ما نعرفش كده، احنا كل حلقه بنيجي نقول الفرقه بتكسب، ما نعرفش حجم الجهد المبذول ورا المكسب. بص بدايه قبل الدوري اصلا حوالي باسبوعين ثلاثه او شهر عندي طبعا كانت غادة اعتزلت المفروض عشان هي حارس مرمى الفريق. بالظبط. فما عنديش الا موني طبعا ومنى خالد وكان اي الحوش. فقبل الدوري بحوالي 3 اسابيع او شهر حاجه كده يعني جالها خلع في كتفها. خلع في كتفها دي يعني قوي. انت ما عندكش الا جونين بس، الف سلام عليها. فدي كانت عامله دروب بالنسبه لي طبعا، ان ما عندكش جون ثالث كمان، ما فيش. والجون بتاع 2002 من السيد دي مع منتخب مصر 2002، فدايما كنت بصعد دايما جول من 2004 ويلعب معايا. بقول لك لعب يعني انا مثلا يعني لو انا لسه ما بداتش الموسم وبادئ بجون واحد يعني، انا لو لاعب القاهره ولاعب مثلا الدوري لغايه دلوقتي 25 ماتش، هما منهم 17 ماتش في جول من 2004 لعب معايا. 17 ماتش مثلا من 15 ل 17 ماتش جول من 2004، ده غير الاصابات اللي بقيت الفرقه. اصابات كتير انا عندي، في اصابات بتقعد بالشهر والشهر ونص والكلام ده كله. يعني دعاء كان بدايه الموسم كده بسم الله الرحمن الرحيم، شهر مش موجوده، ولما ترجع بالظبط. والاصابات عارفه انت لو عندك سبين انكل او عندك جزع ولا حاجه بتخف بسرعه، انما الحاجات اللي بتاخد دواء بتلاقي نفسك بتراجع جسمك عايز ينضف من الدواء اللي انت بتاخده. بالظبط. فانت الحقيقه لا انت كده عندك مشاكل يعني، انت كده اللي بتعمله ده. احنا ليه حريصين على الحلقه النهارده؟ عشان تبقى عارف لازم الناس تعرف الناس بتكسب ازاي، مش بس ان احنا بنقول مكسب، احنا لو نقدر نزيع متشقه نزيع لان يعني في جهد مجهود. يكون عندك انت مثلا مسجل 18 وما يكون عندك مثلا اصابات اربعه وحاجه، هما كمان غير الاربعه مثلا في اصابات بتاخد بالاسبوعين وثلاثه، وفي شهر وشهرين في عندك حاجات خفيفه في الفريزة نفسه اللي هو جوه اللي يعني، اما يكون عندك بالظبط عندك حد كلها، اما ممكن عندك السكور مثلا ما كملش، فبتستعين طبعا من 2002 مثلا اللعيبه والحاجات كلها. بس هما اتعودوا ان انا مثلا بعتمد على، بص على حقيقة كل فريق لازم يبقى ليه عمود فقري. طبعا العمود الفقري ده موجود بتبني عليه حاجات كتير، اذا كان دفاعيا او اذا كان هجوميا، وهم في وقت الشده بيبقوا مع رجاله بالبلدي كده، بيبقوا رجاله وعارفين دايما انت بتقول كده. دايما انا يعني دايما لازم اشكرهم ان هم بيتعبوا معايا طبعا، بشكرهم على السنه اللي فاتت ان هم وسط ضغطي نفسي ان هم يكسبوا بعد 8 شهور يرجعوا 3 بطولات، اكيد بشكرهم. حتى بشكرهم الفتره اللي فاتت، بس انا دايما عايزهم للاحسن يعني، دايما ببقى يعني ساعات بتضايق وزعلهم، بس انا عايزهم احسن طبيعي، عشان انا عايزهم بشكلهم كويس دفاعيا وشكلهم هجوميا يكسبوا. ان انا دايما اقول للمدرب مش موجود على طول، النهارده بقول مش موجود، هم بيعملوا لنفسهم بيعملوا لناديهم واسمهم طبعا ده اهم حاجه. صحيح. طب قول لي يا كابتن، وساره قاعده كده يعني، ساره مهندسه بقى وبتقعد ايه المهندسين دايما بتناكف أيوة. مش شكرا بس شكرا يا كابتن، شكرا انت عايز تعرف انت وفرت عليا الدنيا. انت عايز تنزل بقول لك، بس خد بالك انا مهندس، فانا لما كنت بقعد مع المدير لازم المدرب مدير فني هيديني تعليمات افهم ليه. ايوه بجد، اصل انا لا هو انا كمان من النوع اللي بحب اعرف مثلا ده حصل ليه، انا عايز اعرف دلوقتي ده حصل، نقعد نتناقش ده حصل ليه، ما هو انت كذا او لا يعني انا برضه مش مقتنعه. لا مش مقتنعه. طب خلاص نوقف الماتش ثانيه واحده عشان اعطيك يا ساره. لا هو ده ما بيبقاش في الماتش، بس خلي بالك بقى ما بيبقاش في الماتش، ده بيبقى دايما في التمرين. بس خلي بالك وانس اقتنعت بتلاقي اداء تاني خالص. انسى بصراحه انا بقول لك يا كابتن، هو الاساس اصلا مش مقتنع بالتمرين، هو الطبيعي ان انت كلاعب بتبقى مقتنع بالمدرب ده من اول ما يجي ولا مش مقتنع بيه. ان اللعيب الصغير حتى لو عنده 10 سنين بيعرف ان انت هتفيده ولا مش هتفيده، بيقرا يا كابتن. يا كابتن دلوقتي القنوات المفتوحه او السوشيال ميديا، ما كانش المدرب داخل على اللعيب يفهمه ان انا فاهم وعارف وبتاع، الموضوع ده في منتهى الخطوره. بس اقول لك على حاجه، اخر ماتش بالنسبه لنا كان ماتش الشمس على ارضنا. في اليوم ده كان مصر كلها مطر، فالصاله اتغيرت. انا كنت خايف جدا، مش عارف يعني، انا بقول خايف جدا بايه، ان اللاعبات ما تمرنوش في الصاله بتاعت الشهداء والدنيا متعبله كان مطر، الابعاد مختلفه. انت ما طبعا شالوا البورد الباسكت والفولي وحاجات كلها، الملعب تحس ان الصاله كلها ملعب هاندبول، فحاسس ان العرض المفروض عندنا في الملعب الطبيعي بتاع الصاله 20، انا كنت حاسس وانا بره ان هو 30 متر اكتر. انا حاسس ما عندي، هما كمان ما اتمرنوش. انا في فاست بريك في الماتش ده شوطه من بره التسعه ومثلا من على ال 12 متر، عشان انا خفت
انا اول ما استلمت الكوره افتكرت ان انا وصلت للسته فهشوط، جيت انط لقيت نفسي بعيده جدا يعني. طب جت جون؟ لا الحمد لله. طب الحمد لله. لا بخلي بالك ما اتمرناش، هو كان الخوف كله ان احنا ما اتمرناش على الصاله وهم مش متعودين عليها. هم اخر حاجه اللي لعبوها دي كان من سنتين ثلاثه، كانوا بيلعبوا على افريقيا. أيوة ما لعبوش تاني، عارف انت. اه بالظبط، فاهم. لو هما انا كنت قلقان، انا مع بعض بنحللها مع بعض، كنا بنحلل ساعتها. بس انا كنت خايف بص اللي هو ايه، مش على الابعاد، مش الرؤيه بتاعت اللعيبه. بس اللعيب. كسبنا كتير الحمد لله. الحمد لله طبعا. الحمد لله. هما احنا بدانا اصلا بدانا مش كويس الحمد لله، كنا 2-3 بس بعد ربع ساعه الدنيا كويسه قوي ولينا خلاص، والشوط الثاني الحمد لله فتح يعني. طب استاذنكم نطلع فاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل حوارنا الممتع مع سيدات ونجوم كره اليد للسيدات، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. ساره اجيلك، يمكن منتخب مصر للسيدات، وده حلم الحقيقه على المستوى الشخصي، ده حلم ليا انا، وانا عارف من كواليس الاتحاد انه في مشروع قرار لإنشاء منتخب. أنا مصادري يعني بتقول إنه في إن شاء الله مشروع قرار بيدرس جيدا إنه يبقى فيه منتخب للسيدات قوي. شايف إحنا لو تأسس المنتخب ده وخد الاهتمام زي اللي بياخده فريق الرجال، شايفة ده إحنا ممكن نحقق نتيجة على الصعيد الدولي؟ ما هي دي بوينت بتاعت خد الاهتمام. أيوة. اللي بياخده الرجال. يعني هو فكره ان انا ماشي، ما انا هكون منتخب وهيروح يلعب كمان شهر ماشي افريقيا، ما تعدش ومش هيعمل حاجه يعني. لكن انا بقى كون لي منتخب وافريقيا لسه قدامها 5-6 شهور، اسافر معسكرات، احتك بالفرق كل اسبوع زي ما بيحصل في الكوره، واحتك بالفرق القويه اللي في الدوري بتاع مصر. وما بعد كده بطوله، كان في اجازه اسافر اعمل بطوله وديه. نعم. في بطولات وديه كتير بتتعمل. لما اجي انا بقى اروح العب في بطوله افريقيه واجيب المحترفين بتوعي اللي بره، ما انا عندي محترف، انا عندي اتنين، عندي اتنين اقوياء كمان بيلعبوا في فرنسا. وعندي مروه عدي هدافه الدوري الفرنسي، مروه ورحاب، والاتنين بنات النادي الاهلي. فانا بقى هرجع دول والعب اكون عليهم على اساسهم فريق، طبعا هكسب. وطبعا مش اكيد مش مطلوب مني المكسب من اول مشاركه، لا تبقى ان انا اجيب ذهب، بس في نفس الوقت لا هنافس. انا موجوده، منتخب تونس مش اقل منا. بس صحيح يعني بصراحه يعني انت شايفه ان انت سبورت الفكره دي ومنتظره؟ طبعا. هو ده كان قرار، هو جه متاخر بس الحمد لله ان هو جه. يعني هو كنا حاجه احنا مستنيينها، كان ماركت اللعبه بدا يقع. البنات بدات اللي هو طب خلاص بقى يعني خلاص، ما انا لعبت فيرست تيم كذا سنه خلاص هبطل. شرف تمثيل مصر ما بنالوش. طب انا بس انا الحقيقه بحيي اللجنه اللي بتدير الاتحاد دلوقتي، لانه فكر طبعا يعني طبعا بصراحة. وكمان العقود فكر جديد. انا بقى هروح لكابتن يحيى في العقود. هم اقروا ان السنه دي اخر سنه، السنه الجايه لازم عقد اي لعيبه بتلعب في الفريق زي اليد. انت بتبتسم، انت متوقع السؤال، شايف ده لمصلحه اللعبه يا كابتن ولا لا؟ بس هتكلم على الاول قبل ما اتكلم موضوع العقود ده، بتكلم موضوع المنتخب السيني. المفروض انا كلجنه او اتحاد موجود ان انا المفروض ان انا اعمل بلان، مش البطوله الجايه ولا اللي بعدها، انا طبعا. كمان 5 سنين انا هعمل ايه؟ المفروض معلش بس انت او بالك كتير قوي ما دخلتش، معلش مع احترامي يعني، انت عندك انجولا تونس سبقونا 4-5-6 دول نيجيريا. قويه صحيح. يبقى انا المفروض حاطط بلان اول بطوله وثاني بطوله وثالث بطوله ورابع بطوله. نعم. ان عشان تخش من اول بطوله او ثاني بطوله تخش على تاخد ميداليه، الدنيا صعبه شويه، الدنيا صحيح. مش من يوم يعني وليله. انت شايف ان البلان ما تبقاش مرحله انتقاليه، لا هو ما ينفعش في الدوري المصري، لازم احتكاك خارجي، لونج تيرم بلان، لازم تبقى عامل احتكاك خارجي. معلش بس ادوما اهتمام الولاد ان هو بيعمل معسكرات خارجيه ويعمل احتكاك بره. سيبك ان انا همرن هنا الدوري وبعدين اسافر من الدوري المصري او ماتشات وديه مع انديه واروح اسافر بيها من غير احتكاك خارجي، ما ينفعش. لازم معسكرات خارجيه، لازم احتكاك خارجي. واصبر، انت سنه حوالي 90 لما جابوا بارو تيدمان لمنتخب مصر الاول، كان هو بيلعب كاس عالم بيه زمان، فلما جه قال لك انا عايز 50 ماتش دولي في السنه، عشان يحقق 50 ماتش دولي في السنه ده الرجال لازم احتكاك. صحيح. هو الاحتكاك ده عمل الطفره، يشوفوا ايه الجديد بالنسبه لهم، احنا كمدربين نشوف الجديد، ايه العناصر اللي قدامنا اللي هتلعب قدامها، مش انا احتك في الدوري المصري مع احترامي يعني واجي اقول لك روح العب بطوله افريقيا من غير ما اشوفهم. منتخب الرجال قوي عشان كده، عشان الاحتكاك، واحنا قلنا ده وفردنا الكلام ده في برنامجنا. ده موضوع لازم في بلان ليها لكام سنه قدام، مش السنه الجايه ولا بعد. استهدف اعمار سنيه محدده،
بتدعيم من عمر سليم معادله، بس مع لازم ان وجود خبرات في لازم فيها يعني وجود خبرات لازم يكون فيها في ده وفي ده. انا لازم عندك ده عشان يشيل ده لغايه ما يكبر شويه، يديله سنه سنتين ثلاثه يكون هو يقدر يشيل المسؤوليه لوحده. ما ينفعش هقول لك ما ينفعش ان انا اقول مثلا هعمل منتخب مثلا مصر من 2002 و 2004، طب الخبرات فين محطوطه؟ بس هي دي النقطه يعني. بس انت داخل بطوله مثلا السنه الجايه وكمان سنتين والكلام ده كله، خلي الخبرات موجوده كذا عنصر خبره بحيث ان انت تدعمه بالشباب وبعد كده هم يشيلوا الليله. بعد كده اروح على موضوع العود ده حاجه كويسه جدا طبعا للفرق كلها. احنا النادي عملنا كده، طبقنا موضوع العود. انت عندك عود بس مش ملوش دعوه بالاتحاد. لا ما هو بعد كده تبعت العقد للاتحاد. لا انا بتكلم ان انت بتعامل عقود بقى مثلا 3 سنين و4 سنين مش رسميه، ده عقدك بينك وبين اللعيب النادي الاهلي وبين اللعيب بس، اتفاق ما بين ماشي. اما دلوقتي اللي المفروض العقود اللي هو يعملها دي هتبقى زي الرجال بالظبط، العقد هيجي لك ان عندك 18 بنت مسجله هيدي لك 18 عقد هيديك. الطبيعي هو قال لك لازم اتنين بس هم اللي يعني، انت مثلا كان نادي مثلا عايز اجيب من بره ليه اتنين مش اتنين بس، فطبعا ده عدد كتير ولا قليل؟ بس احنا ما عندناش مشكله في ده، احنا النادي الاهلي بتاعي هو اتنين كويس ماشي، بس الموضوع كله انت انت كنادي هتعمل عقود في جزء منه عرض وطلب، ان في ناس كبار. طب انت مثلا عندك سي مثلا خمسه كبار سته كبار عدهم، او عندك 10 من اللي موجودين مثلا دلوقتي هم قعدوا الثلاث سنين بتوع مثلا اللي هو النادي، انت هتقدر تديهم ازاي؟ دي حاجه طبعا بيهم بتوع النادي يعني. انا بالنسبه لي مدير فني، في رئيس جهاز كابتن ياسر الرملي، في كابتن رؤوف، هم اللي النادي، هم اللي المفروض ان هم يقعدوا مع اللعيبه هيتكلموا مع اللعيبه. انا ما اتكلمش، انا عايز اللعيب، انا عايز مثلا ساره، عايز ليلى، عايز فلان، انا قائمتي دي انت كنادي. انا ماليش دعوه كمدير فني ان انا اتكلم موضوع فلوس، عمري ما دخلت موضوع فلوس. وده النادي الاهلي كل عمره كده، من ساعه ما قلت لهم انا ما بكلمش فلوس، انت عندك رئيس جهاز اتفضلي وكلمي كابتن ياسر، كلمي كابتن رؤوف، لحد كلها انت المفروض تواجهي لحد كلها. بس انا عشان احط رجلي على رجلي واتكلم لحد كلها لازم اكسب. برافو عليك. فاهم قصدي؟ انا كلاعب لازم اكسب. صحيح. انا بقيم نفسي، انا دلوقتي خلاص انا بقيم اهو عشان لما اجي اتعاقد. دي حاجه كويسه النادي ان الاتحاد عمل لك حاجه كويسه جدا. لازم انا اعرض نفسي، اعرض مستواي، عرض طلب. انت بالنسبه لي انا النهارده معلش بس اي لعيب جامد بحط رجلي على رجل، انا عايز واي اكس زد وات ايفر بالظبط ايا كان كلها. هو انت اللي بتتمن نفسك، فاهم قصدي؟ طبعا ما هم طبعا حاطين شروط، الاتحاد حاطط شروط ان هو لازم يكون في اتنين بس اللي انت تقدر تجيبهم او النادي التاني. بس انا اعتقد النادي الاهلي هو احسن حاجه في الكلام ده كله. طب انت شايفه العقود دي يا ساره الاخبار ايه؟ يعني حاجه كويسه انت فرحانه بيها؟ طبعا هي هتعلي الماركت بتاع اللعبه، هتعلي مستوى دوري السيدات في مصر لكرة اليد، زي الباسكت، زي الفولي، زي دلوقتي انا مثلا ما اقدرش اتحرك من النادي بتاعي الا وانا مثلا واخده الاستغناء بتاعي او وانا عامله كذا كذا. هو بص تو بي اونست، كيك اللي بيلعب في النادي الاهلي او ابن النادي الاهلي مش هيفكر يروح اي حته، بيبقى صعب بصراحه طبعًا. يعني تو بي اونست بيبقى صعب معاكي 100%، لان احنا اهالينا بيبقوا اهلاويه مش اهالينا بس الواحد بيطلع بره النادي الاهلي دلوقتي والله العظيم بيحس بيه غربته. انا اخرج وبعد السنين دي، انا من يوم ما لعبت من وانا عندي 6 سنين وانا في النادي الاهلي، فلو النادي الاهلي بس امر هننفس. فان انا دلوقتي لا، بس دلوقتي هيعلي الماركت بتاعي جوه النادي. مش كل الانديه النادي الاهلي، مش كل انديه النادي الاهلي. طبعا. فانت بتتكلمي ان جنرال اللعبه هتبقى بروفيشنال، ان جنرال بروفيشنال بطريقه محترمه يعني. ان انا دلوقتي لا، الانديه هتبدا تدفع للعيبه عشان تقعد، عشان يشتركوا، عشان يحققوا. كل نادي هيحاول يجيب 2 كويسين قوي عشان يعملوا له، واللاعب هيحافظ على مستواه عشان التجديد. طبعا كل وخلاص واللعيبه اللعبه هتبقى مور بروفيشنال. احنا اوريدي في النادي الاهلي واخدينها بروفيشنال من زمان غير الانديه الثانيه، لكن اكتر بعد موضوع العقود ده هيبقى خلاص، ده هتبقى حاجه ثانيه يعني. في تايم يو هاف تو تشوز. طب هو الانتقالات هتبقى ازاي؟ عقد خلص انت فري ولا ليها عمر معين؟ هو دلوقتي قرار الاتحاد ان اي حد لعب سنتين فيرست تيم فري، هو فري بعد ما يطلع من الناشئين زي دول السنتين، يلعب سنتين في ستيم كانهم حق رعايه. كانهم حق رعايه. طبعا احنا في ناس بقى لها سنتين دول بعقد، بس السنتين دول بعقد برضه يا كابتن صح؟ يعني لا يعني اي حد تسجل سنتين هو فري. مش فهماني السنتين اللي هو تسجلهم هيكون مسجل بعقد؟ يعني دلوقتي انت عندك هو اوريدي اصلا هم دلوقتي معلش بس هو دلوقتي اصلا بعقود، هم حاليا بعقود، عقود داخليه بتاعت النادي. لا انا قصدي ايه، القانون باثر رجعي ولا من اول السنه دي اعد سنتين؟ لا ما اعرفش، بس تقريبا من السنه دي
يعني تقريبا اللي خل هو كان القرار مكتوب فيه ان اي لعيب تم لعب سنتين درجه اولى ده لعيب حر، ده ليه حق انتقال حر. بس انتوا اكيد فرحانين للقرار ده يا كابتن بقى وبتاع اللعيبات طبعا. ده اكيد طبعا حقكم في حقكم. بس طبعا كابتن يحيى في ضحك. بس هو انا بالنسبه لي يعني دي اللعيبه واي لعيبه بياخد عايز مصلحتهم هي مصلحتك طبعا طبعا عشان حته نفسيه ونوم ده حقهم والكلام ده كله. بس النادي هو طبعا الطبيعي ان اي لعيب بيقعد مع النادي او الشغل بتاعه النادي هيقدر لعيبته بشكل اكيد جداً. النادي طول عمره بيقدر يعني. كابتن يحيى انا بشكرك بامانه، الحوار كان جميل جدا ولمسنا قد ايه الجهد اللي انتوا بتبذلوه. بشكرك شكرا جزيلا. حياتك نايس، ربنا يخليك. شكرا ساره، بشكرك شكرا جزيلا، وبرده تفضلي دايما يا رب مشغله دماغك كده مع الفرق دايما ودايما بنكبه مع الكوتش. بشكرك يا ساره، نورتيني وشرفتيني والف مبروك على الاداء. الله يبارك فيك. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا النهارده اللي حرصنا عليه عشان تشوفوا يعني ايه المكسب بيجي مش من فراغ، بيجي من جهد وتعب وعرق. بشكركم شكرا جزيلا، انتظرونا باذن الله وحلقه جديده مع الابطال.